السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله طيب. الحمد لله. كيف العلاج بالمستشفى؟ الحمد لله كل العلاج طيب المستشفى زين. ما شاء الله عندكم تقدموا كذا خدمات أعصاب، علاجات أعصاب، أعدام، وايد أشياء تقدموا. جميع العلاجات الطبيعية. جميع العلاجات هذه مصحة تختص بجميع الأشياء. من جلطات، من سكري، من ضغط، من عظام، من أعصاب، من كل شيء. المساج ما شاء الله وايد طيب. المساج لازم تستمر فيه فترة، يعني فترة هم يعرفوها، هم يقدموها لك. في استفادة كبيرة من جميع النواحي. كيف الفصل المرافق وايد زينة، مرافق زينة. عندك الحديقة، عندك جلسة خارجية، عندك حتى داخل ما شاء الله أشياء زينة. بعد شو عندك؟ وعندك أشياء عندك حلوة. مثلا نشوف ما شاء الله هذه الساحة أو هذا المكان ما شاء الله جميل. شوف صباح شوف المكان. في أشياء وايد تقدمها. المساج، الأدوية اللي معكم، أدوية زينة، أدوية كلها عشان هذه الأشياء اللي يقدمونها. ما شاء الله يعني شوف الأشياء.